غيدخل الفلوس من الانترنت. اليوم جبت لكم طريقة سهلة مهلة باش تدخلوا الفلوس، ما غتحتاجوا لا راس المال ولا مجهود كبير ولا شي مهارة كبيرة، فقط خطوات بسيطة غنوريها لكم بالتطبيق العملي، وان شاء الله مورا هذا الفيديو ما غيبقى عندكم حتى شي عذر باش تدخلوا حتى نتوما الفلوس من الانترنت. اذا على بركة الله. كل شيء كيعرف موقع فايفر، بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش يمشيو ليوتيوب ديروا فايفر، غيطلعوا لكم بزاف ديال الشروحات على هذا الموقع. خذوا واحد الفكره اوليه على الموقع، ومن بعد غادي نجيو غندخلوا للموقع وغنكتبوا موكاب. غيطلعوا لنا بزاف ديال الناس كيقادوا الموكابس، وكل شيء كيدخل الفلوس بالسكات. واللي ما عرفش شنو هما الموكابس، هو القالب او الشكل اللي كيبريزونتي به صحاب البراند المنتوجات ديالهم، سواء كانت كتب ادويه او اي حاجه كيبيعوها. فمن بعد ما كيكونوا هاد الناس قادوا اللوغو ديالهم، ضروري كيخصهم يقدموا هذا المنتوج بشكل احترافي. وحنا في هذا الفيديو غادي نتعلموا كيفاش نقادوا الموكاب لاي منتوج في اقل من دقيقه وبكل سهوله، والجميل هو انه مجانا. فكيف كتلاحظوا معايا هنا بزاف ديال الناس كيقدموا هذه الخدمه فايفر، والثمن اللي كيقدموا به هذا السيرفيس اولا الخدمه هو 5 دولار حتى ل 20 دولار انت وشطارتك. ولكن كنصيحه خوتي، دائما ملي تبداو حاولوا ديروا واحد الثمن يكون معقول، بداو ب 5 دولار مثلا. من بعد ان شاء الله ملي توليو تبيعوا مزيان ويجيكم الريفيوز ويطلع لكم الحساب ديالكم، ديك الساعه ان شاء الله حاولوا ديروا اي ثمن بغيتوا. اذا دابا غنختاروا كمثال الموكاب الخاص بالزيوت. اذا خوتي اول حاجه غنديروا غنمشي لهذا الموقع فري بيك، من هنا غادي ناخذ الموكاب اللي غادي نخدم عليه. فبالمناسبه كاين مجموعه كبيره من المواقع اللي كيعطيونا فري موكاب، لكن انا كنفضل هذا الموقع هذا حيت سهل في الخدمه ديالو. وهنا كيطلعوا لي بزاف ديال الموكاب اللي كاينين في هذا الموقع، ثم غنختار انا اويل يعني خاص بالزيوت، وبعدا غادي يطلع لي هنا 3D، غادي نختار 3D موكاب اويل، ثم غندير واحد الريشيرش. وهنا كيطلع لي بزاف ديال الموكابس اللي كاينين في الموقع. هنا قبل ما نبدا نبحث هنا كاينين عندي شي وحدين كيطلعوا لي بفلوس، داكشي علاش انا بغيت نزيد نصفي لي ريزولت اللي كاينين هنا. غادي نجي للجنب هنا غادي نختار الغراتوي، اي ابري غادي نختار لي بهذا الفورما PSD باش يمكن لي نعدل عليهم كيف ما بغيت. من بعد هنا كيطلعوا لي مجموعه من الموكابس، وهنا غادي نبقى نشوف بوحده بوحده وندوز للباج سويفونت حتى نلقى اللي عجبتني واللي غنشرح عليها الدرس. ثم من بعد غادي ننزل شويه وهنا غنختار مثلا هذه، كنختار هنا تيليشارجمون غراتوي، وهنا نتسناو تيليشارجا الموكاب ديالنا. من بعد غادي نفتحوه في الدوسي ديالنا، غنديروا ليه اكستخيغ ايسي يعني باش يتفتح لنا هذا المجلد هنا. غيطلع لنا الصوره على شكل PSD هي اللي كندخلوا لها مباشره. ملي كندخلوا لها كيتفتح لنا في الفوتوشوب، وهذا هو المهم عندنا. اذا الصوره هي هذه، كتلاحظوا الديزاين ديالها فيه جوج نتاع الاشكال. هنا كتجي واحد العمليه مهمه جدا، فانت فاش كتفتح هذه الخدمه هذه في فايفر، فاش كيجي عندك شي واحد باش يقاد الموكابس ديالو، فضروري غادي يعطيك واحد الديزاين ديالو عباره عن لوغو او لا كتابه او لا اي حاجه بريزونتيها في المنتوج ديالو. حنا فاش كيصيفط لينا هذاك اللوغو مثلا، ديما كنطلبوه انه يصيفطوا لينا فورما PNG اي ابري حنا كناخذوه. بالنسبه للشرح ديالنا في هذا الفيديو، غادي نمشي انا غنقلب على شي لوغو في جوجل باش ناخذو هو اللي غندير عليه التطبيق ديالنا. غنمشي مثلا لجوجل غادي نكتب لوغو ويل PNG باش يعطوني جميع الصور او اللوغوات الخاصه بالزيوت بالفورما PNG. ثم غادي ننزل شويه وغادي نختار شي وحده منهم. فمثلا انا عجبتني هذه الصوره هذه او هذا اللوغو، هنا بلي الفورما ماشي PNG، غنزل لهاد لي فوتو سيميلير لي لتحت، ثم غنختار هادي لي PNG. حاول دائما تكون ريزوليشن ديالهم طالعه شي شويه باش تكون الصوره زوينه. ثم هنا كنتاكد بلي PNG، ثم كندير لها اونغوجيستري. اي ابري كنمشي لهنا، هادي هي اهم حاجه اللي بغيتكم تركزوا معايا خوتي فيها. فغنجي لتحت هنا غادي نقلب على لاير، ثم هنا كنجي كنكليكي على هاد العين اللي على اليسار ديال اي لاير. وملي كنلقى
الخاصة بهذاك الديزاين اللي داخل القنينة، فهذاك هو اللي كنلعبوا عليه. فمثلا في الحالة ديالي هنا اش غندير، غادي نجي غادي نكليكي على هاد اللاير كامله، ضروري يكون منشط كامل، الكليكي بالضغوات ديال لا سوري اي ابري غادي ندير ايديت كونتنت. ملي كنديرها كيطلع ليا هاد الميساج هذا، كندير اوكي. هنا كتفتح ليا واحد الخانه جديده وهي اللي فيها الديزاين اللي تيليشارجيت انا مع الموكا. كنحيد هاد الديزاين اللي ديجا كان في الموكا اللي خديت وكندير اللي بغيت ندير جديد. فمثلا غادي ناخذ الصوره ديالي اللي على شكل بي ان جي، كنجرها وكنحطها وسط الديزاين ديالي، اي ابري كندير كنترول وكنجر بلا سوري حتى كنادابتي هاد اللوغو مع الصوره كامله. ملي كنسالي كندير اونتري، اي ابري كنجي لهنا وكنحاول نضغط على الكروا اللي عندي هنايا نتاع الصوره وكندير ليها سيف. اوتوماتيك ملي كندير سيف لاحظوا معايا تغير الشكل ديال الموكابس اللي تيليشارجيت من فريبيك. لاحظوا معايا، اذا الصوره نتاعت القنينه الاولى فهي معدله، غتبقى ليا دابا الصوره الثانيه ديال القنينه باش حتى هي نديرو نفس العمليه باش نزيلو الكتابه اللي عندنا في الصوره القديمه ونديرو اللوغو الجديد ديالنا. كنكليكي بوطون دووات ديال لا سوري، من بعد كندير ايديت كونتنت، اي ابري هنا كيطلع ليا هاد الميساج كندير اوكي. هنا كيطلع ليا الديزاين القديم، هنا يمكن ليا نعدل على الكولور وكذلك يمكن نعدل على الكتابه اللي داخل هاد الموكا. انا غادي نحتفظ باللون ولكن هاد الكتابه غادي نزيلها، كنحيد عليها العين وكنجي كنجر كذلك اللوغو ديالي، كنعاود تاني كنترول وكنجرو بلا سوري حتى كنادابتيه كذلك مع الصوره بالكامل. من بعد كندير اوكي، كنجي لهنا الكروة كنكليكي عليها وكندير يس. كيف كتلاحظوا هنا التعديل اللي وقع للموكاب، تحيد منه الديزاين القديم ودار اللوغو اللي بغيت انا ندير فيه. اذا هنا قبل ما نسالي كناخد الديزاين ديالي وكان انغوجيستريها بصيغه بي دي اف، حيت اي شخص تعاملتي معاه دائما كيطلب لك فورما بي دي اف، هي اللي ما كتغيرش وهي اللي معترف بها عند جميع الناس اللي كيخدموا هاد المشاريع. اذا كنحاولوا نختاروا من هنايا صيغه بي دي اف، اي ابري كنونغوجيستري في شي دوسي بالبي سي ديالي وكنحاول نرسلو فايفر للشخص اللي شرا هاد الخدمه ديالي. وهنا غادي ندخلو الصوره ديالنا اللي بصيغه بي دي اف باش نشوفوا الشكل النهائي. شوفوا معايا يعني جوده عاليه وموكاب كيبان احترافي. اذا الطريقه اخوتي سهله، اللي ما فهمش شي حاجه يحاول يرجع الفيديو ويمشي خطوه بخطوه، حتى شي حاجه ما صعيبه. واي مشكل واجهكم ما عليكم سوى تحطوه في التعليق الخاصه بهذا الفيديو، ان شاء الله غنجاوب عليه اول باول. ونتمنى خوتي نكون فيدكم، ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم بارطاجيوه مع الاصدقاء المهتمين بالمجال. ولا كانت خويا اختي هذه اول زياره لك القناه، ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا اول باول.